بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة فالحمد لله استعدادات تحكس في أجواء جيدة، فبكل صراحة بعد ما خدينا واحد يعني واحد جوج ديال لي كونسونطراسيون الحمد لله استفدنا منها الكثير. عندنا لاعبين يعني يلا جاوا للفريق، ف يعني كتعرف ان الفريق يعني بدل غير الجلد ديالو 90% حتى ل 100%، فكنظن انا شويه صعيب الحال باش تنسجم، لكن الحمد لله اليوم بدينا كننسجموا بعضياتنا الحمد لله. مدرب جديد كنديروا له داكشي اللي كيبغي، وكنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع وحسن الظن الجماهير الجديد.